تابع السوريون ليلة أمس الانتخابات التركية، سواء السوريون في تركيا أو في المناطق المحررة، عن طريق الإنترنت والقنوات التلفزيونية التي كانت تبث وتعرض نتائج الانتخابات التركية. سنستطلع الآن وإياكم آراء شريحة من الأهالي هنا في المناطق المحررة عن الانتخابات التركية التي جرت ليلة أمس. السلام عليكم، يعطيك العافية. وعليكم السلام، الله يعافيك. امبارح كانت الانتخابات التركية ليلة أمس، نعم. تابعت شيء للانتخابات؟ والله متابعين الليل كله، يعني متابعين الانتخابات، ونتمنى انه نجاح لأردوغان. يعني يعرف الشعب السوري 5 مليون 7 مليون، الله اعلم شاد انه كله نازح بتركيا. طيب في مرحلة ثانية هلا الانتخابات، راح تضل متابع؟ والله منتابع، ليش لا، نتمنى النجاح لسيد أردوغان. طيب الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تابعت امبارح الانتخابات التركية اللي صارت ليلة أمس؟ أكيد ضلينا والله سهرانين لتقريبا لنص الليل، نحن عم نتابع الانتخابات ونتابع الأخبار. بنتأمل إنه يكون الحليف لأردوغان يعني بيفوز بالانتخابات. طيب في أكثر من 5 مليون لاجئ أو 5 مليون لاجئ في تركيا، وسوريين كثير هون بالمناطق المحررة تابعين هاي الانتخابات. أنت كسوري بالمناطق المحررة شو بتعني لك هاي الانتخابات؟ والله بتعني لنا كثير، يعني اليوم أردوغان حليف لنا وواقف بصفنا، وهو الدعم الأول للثورة السورية. 5 مليون مهجر، إذا لا سمح الله أردوغان ما ترأس حكومة تركيا راح يترحلوا على المناطق السورية، فالشيء راح يصير عبء على الثورة السورية وراح يصير عبء علينا كمان، فبنتمنى أنه يرجع أردوغان. السلام عليكم، يعطيك العافية. نتعرف بحضرتك. وعليكم السلام. الله حمد العلي، مساكن في جرابلس. طب أخي حمد، امبارح كانت الانتخابات التركية ليلة أمس، كيف كانت هاي الليلة عليك أنت كسوري في المناطق المحررة؟ صراحة مثل كل السوريين اللي تابعوا هاي الانتخابات، صرنا صراحة لوقت متأخر من الليل، وحتى مع ساعات الصبح الأولى كنا أيضا منتظر النتائج. صراحة هالانتخابات التركية صارت تهم السوريين مثل ما تهم الأتراك، خاصة أنه مع انطلاق الثورة السورية كان في استقبال أكثر من 5 مليون سوري داخل الأراضي التركية. هذا الأمر ينعكس بشكل كان إيجابي أو سلبي على السوريين. بالمقابل كان في تخوف صراحة من وصول المعارضة للرئاسة وسلطة الحكم، خاصة أنه في تهديد للاجئين السوريين بالترحيل. بالمقابل أيضا في اللاجئين السوريين صاروا هن ورقة في هاي الانتخابات، كانت وسيلة ضغط من قبل المعارضة التركية. المرحلة الثانية أيضا الكل مترقبة، وأنا حالي كحال السوريين أيضا نترقب هاي الانتخابات، ونتمنى أنه هاي البلد كتركيا أنه فعلا عم تحقق ديمقراطيتها، وعم تحقق أنه الشعب هو بيختار رئيسه، وهو عم بيختار الشخص اللي بيناسبه. إذن شاهدنا بهذا الاستطلاع آراء شريحة من الأهالي هنا في مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي. لاحظنا أن الجميع كان يتابع الانتخابات التركية منذ ليلة أمس إلى صباح هذا اليوم، وأن الجميع أيضا سيتابع المرحلة القادمة من الانتخابات لمعرفة من سيصل إلى الحكم في تركيا. والخوف الكبير بالنسبة لترحيل اللاجئين السوريين هو الهاجس الذي يخوف الأهالي هنا في المناطق المحررة بعد هذا الاستطلاع، وما شاهدناه أيضا من آراء للأهالي في مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي. ودركجة قناة حلب اليوم، ريف حلب الشرقي.